السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. غادي نبدا معكم ان شاء الله الفلوج اليوم من النهار من الصباح ديالو. هادي دابا 8 ديال الصباح، بليتو 9، اسمحوا لي. عندي هاد الصباح هذا نورمالمون، اليوم السبت ما كنخدمش، ولكن اليوم عندنا واحد الريونيون وغادي نمشي، واتفقنا هكا بيناتنا باش كل وحده تجيب شي حاجه، كل واحد يجيب شي حاجه باش نديرو هكا فطور جماعي في الخدمه. او ميم طون راه غنساليو داكشي اللي عندنا، ندوزو للغيونيو. واليوم كيكون عندي الكور ديال الطبخ ان شاء الله، الا جاب الله ساليت بكري راني غادي نمشي للكور وغادي نبارطاجي معاكم. صراحه شحال من فيديوهات ديال بزاف ديال الوصفات، اولا بزاف ديال لي كور ديال لي سيونس اللي دوزت في الكور، صورتهم ليكم وكنت بغيت نبارطاجيهم معكم، ولكن عجزت وقلت دابا صافي مشات الوقت، سي با لا بين باش زعما نبارطاجيهم معكم. فريمون البنات راه شحال من حاجه كنصورها وما كنديرش لها المونتاج وكتفوت وقتها، صافي ما كنبارطاجي ما كنبارطاجيش مازال معكم، سورتو دي بون بلون ولا. اما بحال كالي روسيت ماشي مشكل. المهم كي قلت لكم ما غاديش نبارطاجي معكم مازال هادوك لي فيديو اولا لي سيونس اللي فاتوا، ولكن البنات كنوعدكم ان شاء الله بالتطبيق، سورتو هادوك كانوا بزاف لي سيجار البساطل البريوات معمرين هادشي، كان بحال هكا، كان واحد الكاطو غزال ديال فيه لاموس الفريز حتى هو زوين. وبما انه دابا هذا راه وقت الفريز وهذا ان شاء الله غادي نديرها معكم. ومع بنتي كان لانيفيرسير ديالها لو 5 مارس، وراجلي حتى هو داز لانيفيرسير ديالو لو 22 فيفري. مع ديك الروينه اللي كانت عندي في الدار ما درت والو، ولكن بنتي وعدتها ان شاء الله بغا دير لاني في الدار طاردغي على صحاباتها، وعدتها باش نصايب ليها شي حاجه ونقدر نصايب ليها هاد الكاطو اللي قلت لكم ونبارطاجي معكم ان شاء الله لي روسيت ديالهم. المهم نتوما معايا غادي ندوزو النهار ديالنا اونصومبل. غادي نوريكم دابا ان شاء الله الكيك اللي صايبت الكيك عادي ديال ربعه البيضات، وهذا ما فيه حتى شي اضافه، ولكن فريمون كيجي بنين وشيش. نورمالمون هذا هو الكيك اليومي ديالي اللي كندير للبنات، سالا غدا الحد ان شاء الله غادي نعاود نصايبو ليهم. درت لهم ديجا حتى هما، حيت انا الكيك صايبتو البارح بالليل، درت لهم ديجا وحده، ولكن يلا غادي تدي لهم، داروا بها نيت الكوتي البارح وغيدوزو بها اليوم. يلا الفطور غدا صافي غتسالي دغيا كتالي، حيت درت لهم الصغيره حيت المول الكبير درتو للخدمه. المهم ان شاء الله غدا غنبارطاجي معكم لا روسيت. اي فوالا البنات، الكيك انا راه شديتو قطعتو حطيتو في الصواني هنايا، الكيك ديال الشوكولا مي فريمون البنات هانتوما كيجي هشيش هشيش بزاف. درت المول الكبير، هز ليا في هاد جوج صواني، قطعتو هكا حسن ما ندي وحده كبيره، هكا كيجي حسن مقطع مقاد، نقصوا علينا الخدمه. يلا ها البنات، المهم تنعاودو نتلاقاو ان شاء الله. بنات هنايا جيت للكوغ من بعد ما خرجت من الغيونيون، دزت للدار ديجا كنت طيبت البنات الغداء عاد مشيت. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا هذه بسطيله دارتها لينا الشاف باللحم والكفته، وزيناتها بدوك لي سيغار زوينه، لا روسيت ديالهم دابا نبارطاجيها معكم، فيها غير الخيزو والكركاع، وهذا واحد الديسير بالنوكا، ودرت معاه هاد الكنافه بالجبن غزاله 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 بزاف. هادي غادي نديرها لكم ان شاء الله الا كتب هاد السيمانه مازال ان شاء الله. ودرت هادوك العشيشات عمرتهم بالمكسرات، وهادو هما لي سيجار اللي قلت لكم البنات جاوا لذادين، وزيناتهم هكا بهاد البصله المخلله، البصله الصغيره. هاد الكاطو درتهم واحد الاخت معنا سميتها وفاء، الله يعطيها الصحه، جا الجيد سورتو في هذاك لانسيغي ديال سيترون رائع. بنات من بعد ما خرجنا من الكور ديال الطبخ راه كيما شفتوا راه بارطاجيت معكم كلشي، وقلت لكم ديجا راه معنا وجدان وخالتي حليمه، ايوا كسكس علينا السهره ديالنا بواحد الكساعه ديال الكسكسو مني دخلتي حليمه تبارك الله على ما شاء الله، هي يلا حطتها لينا ما شهيتكم فيها يا البنات تبارك الله. الله يعطيك الصحه خالتي، صحتك الزين تبارك الله عليك. اللي خلى غدا العشاء ربي يغناه، هذه هي البنات راه دارت على حساب الغدا الساعه الوقت ما تسالياش الوقت وهذا صافي. وراه كيما شفتوا بديت معكم من الصباح، شفتوا كان عندي هذا غيونيون في الخدمه، ولات خلاتها خالتي حليمه مسكينه العشاء.
الله يسمح لينا منك والله يصبح خير. صحتكم صحتكم يا جميلة حاضرة. جميلة كثر الجوع النعاس. دابا انت جميلة هي جوج. لا هي مسكينة الخدمة الخدمة هي. ولا راه كيف قالت لك اري جهد رجلك منتي سميتو. راه وجدان قالت لي باين فيك النعاس ماشي غير النعاس. هي لا باين فيك باين فيك كلشي عيالها. شوفي حرة مع الكسكسو بالسمن غتفيقي. تقضي. والله ما شاء الله ريحة عاطية. ريحة عاطية. فضيصة فضيصة غتقول لك سميتها جيانا ركبي تقول لها لا. وخلاص خلونا ناكلو والله صافي جميله كعات يلا البنات المهم تنعاودو نتلاقاو ان شاء الله في الدار وجدان معلقه بون البنات انا دخلت دابا للدار وجيت نبارطاجي معكم شي حوايج وصلت بهم او ميم طون عندي لكم واحد المفاجاه المهم هادو كيف ما كتشوفوا دي باك ديال لا مارك ماتيك وسميتيك راها ولات غنيه عن التعريف بالنسبه للبنات اللي كيتبعوني راكم عارفيني هاد لا مارك هادي طوب عندي احسن ماركه جربت لحد الساعه بالنسبه لي برودوي ديال لوكور التبريمات السيوت لي غوماج وهذا احسن وحده لحد الساعه بالنسبه للوجه نقول لكم هذا بالنسبه لا روتين سوغ ديالي طوب 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 احسن من لي برودوي فارماسيوتيك احسن من بزاف د الحوايج اللي كانت تعطيني الديرماتو ما لقيتش زعما شي حاجه اللي جات لي مع وجهي قد لي برودوي ديال كليمونس ولا كريم ايدراتونت ديال مشات لي سميتها انا نجيبها ونوريها لكم البنات فوالا البنات سيتافيل نهضروا على هاد لي برودوي بالنسبه للنهار ما كيخطانيش هذا كريم ايدراتونت تقدروا تستعملوها بالليل ولا بالنهار ليش بكم انا كنستعملها بالليل بالنهار وبالنسبه لليل هاد الشوش احسن روتين درت لحد الساعه هما هادو تكليمونس هذا سيروم ها هي راه ليلي مكتوبه فيه وهذا الويل دو فيك دو باربري بور ومني كنقول لكم البنات بور راه بور وعلى ضمانتي عرفتي البنات انا كنقولها لكم هذا كنديرو لوجهي وهذا كنديرو غير الكونتور دي زيو والله البنات الا نقصوا ليا لي ساخن مع العلم ما خليت ما درت ليهم ما خليت لي برودوي اللي شريت بالثمن والو هذا البنات هذه القرعه هذه دايره 100 درهم نورمالمون هو كيدار للوجه كامل ولكن انا حيت عارفه بور 100% وعارفه انني صعيب باش نلقى زيت ديال الويل دو باغباغي قلت لكم دو باغباغي بور داكشي علاش هذا شي حاجه اللي تينه بالنسبه ليا هادو هما لي برودوي اللي كندير ولي ما كنستغناش عليهم لحد الساعه بالنسبه لوجهي نجيو نرجعوا لموضوعنا اللي هما لي برودوي ديال ماتي كوزميتيك اللي توصلت بهم اول حاجه هو هنايا عندي سيروم ديال الخروع لقيت القرعه محلوله تخوالي منها شويه ولكن ماشي مشكل هذا زيت هذا سيروم بلوتو ديال الخروع انا ديجا عندي سيروم ديال الزنجلان غزال 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 لواحد الدرجه ما تتصورش احسن سيروم بالنسبه ليا جربت هو ديال الزنجلان البنات ماشي حيت اشهار والله العظيم راكم عارفيني دابا زبينه زبينه خايبه خايبه هذا الخروع ما نقدرش نقول لكم عليه والو حيت مازال ما جربتوش وما غاديش نجربوه البنات دابا حتى نسالي هذاك اللي عندي راه ديجا تنقولها لكم ما كنبيش حل 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 وفي الاخر كلشي يضيع حاجه نعطيها حقها نعرف زوينه ولا خايبه عاد ندوز للاخر هذا بالنسبه للبرودوي الاول بالنسبه للبرودوي الثاني هذا ديجا كانت شكراتو ليا شحال هادي قالت لي زوين زيت للشعر الجاف والمتقصف تنعيم وترطيب الشعر الجاف وتطويله هو نورمالمون هذا كديروا به بندويل قبل ما تمشوا للحمام اولا تغسلوا كديروا على الشعر ديالكم مده ساعات تتغسلوا شكراتو ليا بزاف هذا قلت لكم ديجا شحال هادي باش كانت شكراتو ليا وقالت لي زوين وتيكثر الشعر وتيطول الشعر وداك الشعر المحروق وهذا كي زعما كيغديه وكيرطب ما عرفتش الزيوت باش مصنوع حتى نسولها واش ماشي مشكل الا دايره البروتين ياك ما غادي زعما يفسدوا ليا ثاني برودوي هو ملطف ديال الايادي وهذا ديجا عندي البنات غزال 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 زوين بزاف عرفتي فريمون كي كتحسوا بيديكم وكتابسوغ به ليكم اليد دغيا هذا نصحكم به هذا مجربه ثاني حاجه
هو هذا. بون البنات تشارجات لي الكاميرا وانا نعاود نرجع معكم. كي قلت لكم كاين هذا صابون ديال صابون ملكي ديال الغار، كتشكروا لي بزاف وقالت لي راه معروف الصابون ديال الغار المنافع ديالو كينقي كيحيد الشوائب من البشره، غير هو قالت لي ما تحطيش كامل تغسلي به قطعي طريف اللي غتستعملي تتسالي وتعاودي تقطعي طريف اخر. فوالا هادشي اللي قالت لي عليه. المهم انا هادو مازال ما جربتهمش ما نقدرش نقول لكم والو. هادي البوغ ديال الكاريتي طبيعيه، هادي ما فيها حتى شي اضافات، ها هي ريحتها باينه سبحان الله، كتكون فيها واحد الريحه قاصحه بحال بحال زيت العود داك القاصح. هادي زبده ديال الكاكاو، قالت لي هادي سوا تميلونجيها مع زيوت او لو وتيري بها ولا مع انواع ديال الزبده اخرين وتيري بها بحال شكل ديال الديفريساج للشعر كترطب بزاف، سوا تشديها غير هي غير هي مع دابا مع شويه بحال البرد جات شويه جامده فوالا قصحه شويه، قالت لي غير تهزيها بشي حاجه وراه تسخنيها بين يدك راه كتسخن، قالت لي زوينه، قالت لي لوكور الا كتضغطي بها لوكور قالت لي كتعطي واحد ليدغاتاسيون كثيره وكتحيد. وهذا شتي هنايا بو نورمال اسيش بو سونسيبل و ايريتي، يعني حتى بحال مثلا البحار طيبه طيب الجلده ديالكم تقدروا ديروها بحال اللي كيطيبوا ليه بين رجليه هكا يقدر يديرها بحال دري صغار. هذا قالت لي مزيانه. عاوتاني عندنا هنايا الزبده ديال المونك حتى هي قالت لي زوينه، دايرين هنايا مونسيوني بلي الادغات نوغي ابيز اي بروتيج لا بو اي لي شوفو، وراه حتى هادي كي قلت لكم دار مع لي شوفو مثلا تخلطوا غير هادو الكاريتي مع الكاكاو مع المونك ويدار بهم شكل ديفريساج للشعر، قالت لي مخيرين. واخر برودوي توصلت به هو هاد الكوماج اونتي سيلوليت اباز ديال زبده الكاكاو و دي زويل فيجيتال والفيتامين او. هذا البنات قالت لي مازال ما خرج للسوق، يلاه داروا به تيستور كيتيستيو وبغاتني حتى انا نتيستي سورتو هما جربوه وقالت لي زوين، قالت لي بغيتك حتى انت تيستي وتردي عليا. انا نورمالمون مجربه عندهم القماش ديال القهوه والبنات اللي مجربين عن طريقي غادي كونفيرميو هاد الهضره. الحمد لله ما عمر لي برودوي ديال ماتي كوسميتيك حشموني. والسيده راه الا كنتو متبعيني في الانستغرام غادي تشوفوا كنبقى نحط هكا مره مره لي فيدباك ديال الناس اللي جربوا لي برودوي ديالهم. الحمد لله كاع اللي جرب شي برودوي كيشكروا الحمد لله. كي قلت لكم هذا حتى هو عطاتو ليا باش نجربو، هذا مازال ما خرج للسوق غادي نبدا، واخا انا كونتر ديك القضيه ديال نبدا برودوي تنسالي الاخر، ولكن بما انهم كيتيستيو ف ضروري خصني نجربو باش نقول ليها الراي ديالي عليه ان شاء الله. ومع العلم انني عندي ثقه ان شاء الله كامله انه غيكون زوين ما غاديش يحشمني. بون هادو اللي توصلت بهم. وبمناسبه 8 مارس واخا سي ترو طار الوقت اللي غنحط لكم انا هاد لا فيديو غتكون ديجا فاتت 8 مارس اللي هو غدا ان شاء الله، كاين هاد لي باك هادو غادي هادو كادو ان شاء الله وغادي نربحوهم لكم هنايا في اليوتيوب، لان ديما تتقولوا لي ديري لنا مسابقات في اليوتيوب ديري لنا مسابقات في اليوتيوب. واقترحت عليا الريسبونسابل باش نديرو هكا جيف واي في اليوتيوب، فقلت ليها مرحبا هادي نيت فرصه باش الناس اللي ما عندهمش الانستغرام حتى هما يشاركوا. بون الباك فيه دي برودوي اللي انا ديجا مجرباهم وفيهم دي برودوي اللي مازال ما جربتهمش، انا نهضر لكم بصفه عامه ومني فاش نوصل شي برودوي انا مجربه غنقول لكم شنو كاين. هذا كريم طبيعي اللي تفتح الاماكن الحساسه، عرفتي هذا البنات غزال 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 غزال، ديروه سيمانه مده اسبوع استعملوه يوميا وغتبان لكم النتيجه في مده اسبوع. غزال هذا البنات كيجي هكا البو هكا صغيور ولكن المفعول ديالو خطير. ثاني حاجه كاينه كاين هذا الشامبوان هذا ديال الارغان ديال جميع انواع الشعر تا هو قالت لي زوين، انا شامبوان ما مجرباش. كاين هاد الويل اكليرسيسونت ديال الفيزاج هادي اونتي طاش تا هي شكرتها ليا انا عندي ولكن صراحه مازال ما جربتهاش باش نجيكم الصراحه، من كاينه كاينه ما كايناش ما كايناش مازال ما جربتهاش، ولكن كتشكرها وكتشكرها بزاف وكنشوف لي فيدباك ديال الناس. انا نحط لكم البنات الانستغرام ديالها ودخلوا شوفوا
غتبقاو تشوفوا الناس ملي كياخذوا شي حاجه كيحطيه كتحط لي فيدباك. هذا صابون ديال الاعشاب وكاينه هنايا البوما ليفغ تري هيدراتونت وتا كتعطي واحد اللوين زويون في الفم. البوما ليفغ ديالهم واعره بزاف، راه هي اللي كنستعمل انا يوميا. هذا سيروم ديال الشعر بالسمسم، هذا هو اللي قلت لكم عندي بحالو هو لي طوب. غير هما هاد لي باك هادو بحال لي برودوي اللي كاينين، الاختلاف اللي فيهم هو واحد الباك فيه سيروم ديال السمسم وواحد الباك فيه سيروم ديال الخروع. فوالا هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين هاد دو باك. واخر منتوج اللي كاين هنا هو الزيت ديال الاظافر، صراحه انا عندي ولكن استعملته غير مده 3 الخطرات وما كملتش كنساه. ونورمالمون طريقه الاستعمال قالت لي تايطالي على لي زونغل ديالكم هكا الضفرانكم وتشدوا بابي الومنيوم تلويو. باردون البنات طفات لي الكاميرا، قلت لكم وكتشدوا بابي الومنيوم وكتلويوه على الضفران ديالكم وكتخليهم واحد 20 دقيقه. نورمالمون اشنو هو لي في ديالو هو انه تيقوي الضفار وتيطولهم دغيا. ما نقدرش نقول لكم عليه شي حاجه، كي قلت لكم انا جربته 3 الخطرات من السيده تتشكروا، انا فريمون كنثق فيها. الا قالت لي الحاجه زوينه راه زوينه، حاجه المهم موين راه موين. هذا شكرات ليا، هذا كي قلت لكم جربته، هذا جربته توب، هذا كتشكروا بزاف وبزاف وبزاف وبزاف. ورا لو بري ديالو البنات راه داير شي اكثر من 100 درهم. المهم بالنسبه لشروط المسابقه البنات ساهلين وبزاف. اشنو غادي ديروا؟ نخلي لكم انا لو ليان ديال لاشين ديالهم. بالمناسبه راه دايرين اون شين يوتيوب اشنو كيديروا فيها هاد لي برودوي ديالهم، كيوريو طريقه الاستعمال ديالهم. بحال مثلا هادوك لي بوغنيت لي عندي كدير بهم مواصفات مثلا ديال الشعر فاش تقدروا تستعملوهم. المهم كيديروا بزاف د الحوايج، كدير غير هادشي الطبيعي الوصفات الطبيعيه وتستافدوا من لاشين ديالهم. المهم بالنسبه للناس اللي مهتمين بالامر وباغيين يشاركوا، كل اللي عليهم هو انني نخلي لكم لوليان ديال لاباردان فو لوليان ديال لاباردان فو. ما تديوش عليا راكم عارفين النهار كان داز عندي تخو شارجي وعييت شويه داكشي علاش والنعاس دارها بيا. قلت لكم المهم نخلي لكم لوليان ديال لاشين ديالها في لاباردان فو، غادي تدخلوا تكليكيو عليه، غير نزلوا هذاك السهم اللي تيكون تحت الفيديو كليكيو عليه وغادي يخرج لكم نكتب لكم فيها قناه ماتي كوسميتيك. كليكيو على داك لوليان اللي هيبان لكم بالزرق غيديكم ديريكتومون لاشين ديالها وتابوناو عندها. وثاني حاجه في الكومونتير غتكتبوا لي كومونتير، غديروا لي فيه سواء النيميرو ديال التليفون ديالكم سواء لي مايل ولا لاباج ديالكم ديال الانستغرام، باش اللي ربحات ان القرعه غادي نديروها بالابليكاسيون واللي ربحات نقدر نتواصل بها عن طريق هذيك المعلومات اللي حطت لي في الكومونتير. يلا هالبنات واحد سعيد للجميع، نتمنى انكم تشاركوا لان ان شاء الله مازال جديد ان شاء الله ومازال دي جيفوي اخرين، وانتظروا ان شاء الله واحد الجيفوي نخلي لكم مفاجاه اللي غيكون فريمون اكبر جيفوي غندير لكم ان شاء الله. غادي يعجبكم بزاف بزاف انا متاكده ان شاء الله. اللهم يسر هادشي اللي غادي نقولوا. يلا هالبنات خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده ونتمنى ان شاء الله والله ما كره تربحكم كاملين، ولكن كل مره ندير لكم حاجه وان شاء الله كل مره تربحوا حدا فيكم. شكرا بزاف ولا لا يخطيكم. يلا السلام عليكم.